وللحديث عن اعتقال النساء في العراق على أيدي الأجهزة الأمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. دكتور عبد الحميد السلام عليكم. يعني كما استمعت، القوات الحكومية قامت باعتقال سيدة واقتيادها وتغييبها قسريا بهذا الشكل، برأيكم لماذا يتم استهداف النساء دكتور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المشاهدين. للأسف يعني هذه الجريمة وبقية الانتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان في العراق تزال في تزايد، لا سيما في ظل فصل دولي وعدم المحاسبة لا من المجتمع الدولي ولا أيضا من القضاء العراقي بكل أسف. ولذا نرى أن هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة هي تصب في هدف واحد، وهو التنفيس عن حقد طائفي لهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الممارسات مع الأسف. أما لماذا النساء تحديدا؟ فهم يعتمدون يعني في هذه الممارسات أو غيرها، هم يتوجهون إلى محاولة التوجه إلى أضعف نقطة، وكما نعلم أنه النساء لهن حرمتهن ومكانتهن وتقديرهن من قبل المجتمع العراقي، ولذا يحاولون بمثل هذه الممارسات الضغط على بقية الأهل بقية الأسرة سواء كان قضايا الاقتصاد أو دكتور، موضوع عدم معرفة مكان السيدة إيفان، إلى أي مدى يكشف عدم شفافية السلطات في موضوع الإفصاح عن أماكن المعتقلين وبالتالي حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامي؟ يعني نحن كما ذكرنا سابقا قبل قليل، قضايا انتهاكات حقوق الانسان لم يعد هنالك نوع من انواع الانتهاكات الا وسكت في العراق، وقضيه التغييب القسري هذه التي تنوعت ايضا، ويعني تفنن هؤلاء المجرمون على مستوى الافراد او حتى على مستوى الجماعات، واستمرارهم كما قلت قبل قليل بهذه الانتهاكات والتغييب هو دليل استهتارهم، لانه غاب عنهم المحاسب، فلذلك كما يقال. وهذه الانتهاكات حينما تستمر تلقي بالمسؤولية ليس فقط على المنتهك أو الذي يقوم بارتكابها، وإنما على كل من يتسلط عليه أو يساعده على بقية أو بقية. طيب دكتور، مع غياب مذكرات الاعتقال في العراق وأيضا طريقة الاعتقال المرعبة والتي تتسم غالبيتها بالطائفية، هذا الأمر أدى إلى اعتقال السيدة إيفان، لكن تعتقد أن هذه الممارسات أسهمت بتأكيد اللا دولة في العراق، إنما هم مجموعة عصابات ترتدي أزياء الحكومي تعتقل وتختطف دون ما أي رقيب؟ يعني هذه الحادثة وآلاف الحوادث مثلها أكثر منها ربما كلها تؤكد على ما تساءلت عليه وتجيب على هذا التساؤل، بل ربما يؤكد هذا أيضا ما يصرح به حتى شركاء هذه الحكومة من شركاء العملية السياسية ذاتهم، يؤكدون مثل هذه التهمة على أنفسهم، وإن كان طبعا مقصودهم هو فقط تبادل الاتهامات فيما بينهم هؤلاء الشركاء المتشاكسون. هي هذه هي الحقيقة، المسيطر اليوم على في العراق هي الميليشيات، وكما نعلم تبعية الميليشيات هي ليس داخليا وإنما بالدرجة الأولى هي تبعية خارجية للجارة، جارة السوء إيران المعلقة. من إسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.